عم ماي جاد والله من اول كده الحوار طلع لوي تاتاتاتو تعالى حبيبي اي لاف يو زوكا صحابي اهلا بيكو في حلقه من الحلقات الجديده عاملين ايه النهارده بما اننا في اجواء الهالوين زي ما انتم شايفين كول اوف ديوتي هنلعب المود الجديد بتاع اللي هو الورزون بس مش ورزون بقى اللي هو ايه ما بتموت تحول لزومبي المفروض ان انت بتروح تنتقم بقى وبقى ليك حاجات كده احنا هنشوف كل الكلام ده مع بعض يلا بينا وسوشيال لايك سبسكرايب ها ماشي يلا بسم الله والله يا جدعان انا محتاج دعم الفتره دي يعني علشان بس استمر يعني مشاهدات في الترابلي فمفروض حد يعني يدعمني كده لايك شير كومنتات سبسكرايب جميل حلو كده اريو هيرمي ننزل في مكان بعيد مشكلة الواد اللي معاه ده نزل بعيد وبعدين يا زمالة هلو جايز تم تفعيل مود الزومبي خدنا نلفت ننفت بجلدنا بقى يا زمالة يا زمالة عمل يا زمالة تم فتح تميمة حلوة عايزين بقى ايه لان المحوة مرجع اللي فوق علينا فهد قريب مني هناك عداء قريب hostile dropping into the area watch the skies مين اللي بيضرب هنا ده؟ ميه! اختفي عشان ايه احنا لو تقفشنا هتعمل معاه غلط ليه بقى؟ لان انا لوحدي معيش حد فايه اللي يلمحوني يمرجحوني بس برضو غريزة القتل برضو يعني بتقول لي خش في المعاميع وخش في ال واعمل هنا وهاته هل هنا جرائم قتل ولا ايه يا زميلي لا الان طب بعدين يا زميلي لازم نركب المبنى من فوق طبعا لخبرات الحرب عندي لازم نبقى في اعلى مكان في الساحة علشان ايه عشان نظبط الكلام بقى سنايبرات بقى وشغل فخامة عادي يا نهار ازرق الدنيا ضلمة ضلمة ده ليه لا اله الا الله تعالى يا زميلي انمي يو اي في اوفر هيد وراح فين الله اكبر تقريبا جاب نص دم خش جوه عشان هو لمحني هو انا معيش دروع معيش ارمور انا معي اي حاجة انا ايه حتى تاني بيضرب عليا يا جدعان ازاي طيب ازاي دي لازم ناخد حق ايه كزومبي بص بقى بينزل ايه بيتبج على الارض طبعا
طبعا بتاخد مميزات كزومبي ان انت بيبقى معاك حاجه كده بتعمل اللي قدامك و تديله كشاف يعني. احنا ممكن ايه عشان نرجع لازم صاحبي وقع. Your teammate is a zombie. في سنايبر. سنايبر مستنيني. سنايبر ده زميلي. عامل ايه يا زميلي؟ العيال واقفين فوق السطوح بتاع العمارة. وهاتك يا هاتك يا قلة أدب. انا لو طلعت لهم لوحدة يعملوا لي كفر. انا اتزنقت. تعالى كده المفروض. ايوه خد الحقنه. رجعنا بني ادمين تاني ان شاء الله. بقى ايه نعمل احلى شغل. والواد برضو صاحبي مرجاشي ده لسه زومبي. لسه زومبي يا زميلي. السلحه الله. عايزينها ايه؟ ننزل على نركب حتة عربية. تمام فين بقى العربية؟ ايوه العربية اهي. يا نهار ازرق يا نهار ازرق. اوكي انا مش شايف حد. مفيش ولا ارمر ولا معايا اي حاجة. يا جدعان هتعمل مني جلاشة. مين اللي بيضرب اصلا؟ مين اللي بيضرب زميلي؟ انا شايف ناس بتتحرك. يا لهو على الزومبي. يا لهوي يا اختي. اطلع تاني فوق. اطلع اكتر. اطلع اكتر. كل ما بتطلع كل ما بنكشف المكان اكتر. كل ما بنتكشف. في ناس بتعمل منها كفته ومصحف. ما هو بس تخيل كميه الناس اللي بتموت بتتعمل زومبي. وممكن الزومبي يفوزوا اصلا في الاخر. يعني انت ها ما عملتش اي حاجه. Your teammate. ايوه يا بعيد عني خالص. لكن الزومبي ده بيهاجم في حد. يا نهار ازرق. ايوه انا اصطاد انا على الهادي كده يا باشا. كده لازم نبقى واخدين بالنا. ممكن يبقى جاي من هنا ولا من هنا. ويلكم ماي بيبي. الواد زميلي ده شكله محترف في المصحف. ها هو هتنزل. ها منزلش. انا شايف في متفجرات هناك كده. بص هي الحته دي بقى عايزه سنايبر. يا لهوي. ايه ار ذا موف. احنا واقفين عند الزون بالظبط على الطرف. احنا هنمشي معاها خطوه بخطوه. ازرق. تضرب على مين يا زميلي؟ بس عرفني. شاور لي. خش خد البتاع. الواد طلع على فوق.
طب الزوني يا اسطى. انا خايف من الزومبي. كان في شاف زومبي جنبنا هنا اسمه. Let's go, let's go. Good job, baby. Good. الزومبي بتكتر، الزومبي بتكتر، والواد زميلي ده بيمشي بالراحة على مهله، وأنا مش فاهم هو بيلعب إزاي بصراحة. هو يركب العربية؟ اركب العربية يا اسطى. الحق يا زميلي. بص الواد جابني ازاي وانا عمال اديله. بص بص يا نهار ازرق، اتعمل مني كل سنه وانت طيب. بس انا اخش برضه احمي زميلي. راح اخد ال خد البتاع بتاعتي. عايز واحده كمان. تسلم تسلم. كويس كويس، حلوة قوي. ارجع تاني، اروح لزميلي احميه. ماركينج انمي جاس از انباوند ماركينج نيو سيف زون. نهار ازرق. الهوى على الزومبي. ايه 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 جاي لنا ولا ايه؟ تعالى 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 حبيبي. ايه اه ده مين ده مين ده مين؟ هنركب العربية يا جدعان. الجو مخيف اقسم بالله. هو مين اللي بيضرب فيا يا اسطى؟ هنزل زومبي تاني صح؟ الصلاة على النبي. نعمل احلى شغل. اه يا زميلي اه يا زميلي. طب ايه؟ عايزين نقبض على ال في ناس هنا يا اسطى. الناس هنا جوه في البيت. موت 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 موت. مفيش رحمة مفيش رحمة مفيش رحمة. ان شاء الله هرجع بني ادم تاني. الواد زميلي انزو. ايوه ارجع تاني. بس الزومبي كتير قوي يا جدعان، الزومبي كتير بشكل لا يصدق. يعني شوف كم واحد بيموت وكم واحد بيتحول لزومبي. يا نهار ازرق. جاي لي جاي لي هيجي لي. اديني واحده في ال
يا عم ايه شافني صح؟ ظهره مكشوف. فنش 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 وربي على الاحتراف يا جدعان. نار ازرق يا ربي. هنزل زومبي تاني. الله طلع بيج. انزل اتهبت بيج في الارض على طول. الواد صاحبي رجع تاني. ايوه عايزين نكشف المكان. ايوه فين؟ ايوه انا قاتل الناس هنا. ايوه في واحد جوه. الناس كلها اتجمعت في البيت ده جدعان. جيم دعس دعس. الواد صاحبي زومبي. جود جوب مان. اعتقد ان الزومبي هم اللي هيفوز. مفيش حد هيفوز. مفيش بني ادم هيفوز. يا سلام يا سلام. يا لهو على الزومبي. ايه الزومبي يعني مفيش. مين اللي هيفوز والنبي في الليلة دي؟ ضن خلاص يا باشا. ضن ضن. وكده مفضلش غير كمل. ايزي. طب يا شباب كده وصلنا لقيت الحلقة. يعني لو عايزين نكمل في البوت ده تاني بعتهولي يعملوا لي كومنتات لايك شير كومنت الحاجات الجميلة. مش طول عليكم. سلام.